سوف يتم استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة في عمليات الاقتراع واحتساب الأصوات وآلية بدء عملية الاقتراع، فضلاً عن إجراءات عديدة سيعكف المجلس على إدخالها وهو يتصدى لهذه المسؤولية التاريخية. وللمجلس رؤية مشتركة تتصف بمضاعفة الجهود واستثمار عامل الزمن وشحذ الهمم للعمل على إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وفق المدد الدستورية والقانونية، فقد تم عقد لقاءات واجتماعات مكثفة للخروج بأفضل الوسائل الكفيلة بحماية صوت الناخب العراقي في جوانبه العملياتية والأمنية، ووضع الخطط والآليات التي يمكن أن توصل الانتخابات إلى بر الأمان، بمساهمة فاعلة من المنظمات الدولية الداعمة للعملية الانتخابية والهيئات والممثليات الدولية وجامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني المحلية وشبكات المراقبة الانتخابية، ومن خلال التقارير المهنية التي سيتفاعل معها مجلس المفوضين الحالي بجدية ومهنية. كما إن للقضاء دور مهم في العمليات الانتخابية، كونه ينظر في الشكاوى والطعون الانتخابية وحسمها من خلال الهيئة القضائية العليا للانتخابات المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى. وبهذا الصدد نود أن نبين أن المفوضية مستمرة في عملها ووضعت في حساباتها الخطط والتوقيتات الزمنية لجميع مراحل العمليات الانتخابية، وإن اللجان العملياتية والأمنية ومكاتب المحافظات تعمل بشكل يومي في توفير البيئة الآمنة لتلك الاستحقاقات والخطوات الأولى تسير عليها الآن في توزيع بطاقات الناخبين الإلكترونية في المحافظات كافة، وهي المرتكز الأساس للناخبين في يوم الاقتراع، والعمل مستمر بهذا الاتجاه فضلاً عن الاستمرار في تسليم جهاز الاقتراع الإلكتروني، والذي سوف يكون له البصمة الكبيرة في تعزيز ثقة الأحزاب السياسية والناخبين في عمل المفوضية من خلال إدخال تلك التقنية الإلكترونية وإعلان النتائج بأسرع وقت ممكن. يعاهد المجلس جميع أبناء الشعب العراقي على العمل بروح تتماشى مع الأهداف السامية للعراق، وهو يبعث برسائل الاطمئنان للأحزاب السياسية وجميع شركاء العمليات الانتخابية في العمل سوية لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بهمة وتحدي للظروف لاستمرار المسيرة الديمقراطية للأمام.